السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة فكرة وردية، دائما في سلسلة الترتيب والتنظيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقتي في ترتيب الأحزمة، يعني لي سانتور. أول حاجة غادي نوريكم هي هذا، أنا استعملت هذا الحامل، هذا الحامل كيجيو جوج مجموعين، خديته من كيتيا جيون، واحد درت فيه هذا السماطي اللي بحال هكا كيجيو غلاط، واللي زوين في هذا الحامل هذا أنه فيه واحد لي كروشي، ها هما هاد لي كروشي هادو كتقدري تعلقي فيهم لي سانتور، بالنسبه لي ماخ اللي كيعطيو لي بوشيت مع لي سانتور كتقدري تعلقيهم هنا. بالنسبه للثاني درت فيه السماط اللي كيجيو بحال هكا رقاق، المهم في لي سانتور انك تسدي كل سمطه كتسديها، حيت هادو غادي يجيو معلقين مع الحوايج باش ما يبقوش يطيحوا لكم. كنتمنى انه هاد الطريقه تكون عجبتكم وفاتكم، شكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.